السابق بالخطاوي الطير نشارك بالأماني الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأماني الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير أهلا بكم في حلقة اليوم. أحداث الفريقين راح تكون ممتعة وشيقة بعد ما انتهوا الشباب أمس من وضع حجر الأساس للمستشفى والتقوا مع فضيلة مفتي قرقيزيا وختموا يومهم بحفل الأيتام. استيقظوا من الصباح الباكر، تناولوا إفطارهم واستعدوا للانطلاق إلى مشروعهم الأول. متسهلين اليوم يا ابو صالح؟ والله ما لحقنا نشوفكم، الله يسهل اموركم ان شاء الله وان شاء الله نكمل احنا. خلاص خلصت يا حبيبي، اليوم ان شاء الله في الليل نقعد معاكم ذيك القعده الطويله، نعطيكم كل المشاريع ونحطكم في الصوره على اساس نكون ان شاء الله ادينا اللي علينا. طيبكم بيضه، توكلنا على الله. يلا ابو صالح. اليوم الطبي لعمليات القلب المفتوح بدأ منذ الصباح الباكر. هذا اليوم اللي رتبوه للفريق الأول قبل وصول الفريق الثاني، يوم راحوا والتقوا بجولميرا وأطفالها اللي معاها مشاكل في القلب، أكيد إنكم تذكرونها. السلام عليكم الميرا، كيف حالك؟ شلونك؟ تمام. صدق أبو خالد، هذه سبب وجودنا اليوم هني. هذه الله يسلمك اللي جاتنا مكتب وطن الخير، رحنا له البيت نشوف مشكلتها على أساس نساعدها، لقينا سبحان الله عيالها عندها أمراض قلب وجينا المستشفى، جيتنا اليوم للمستشفى بسبب هذه المرأة. توجه جزء من الشباب إلى جولة داخل قسم الأطفال في المستشفى علشان يلقون نظرة على ما تم إنجازه من عمليات منذ الصباح. تقريبا العدد المتوقع إنجازه خلال يومين هي 8 حالات، ولكن هناك أكثر من 200 حالة على قائمة الانتظار وتنتظر منكم الدعم. دكتورة، أنا عندي سؤال، أبي أعرف كم عدد المرضى الموجودين على قائمة الانتظار عشان تسوي لهم عمليات، وأبي أعرف القدرة الاستيعابية لغرفة العمليات، غرف العمليات، يعني العدد المرضى اللي تقدر تستوعبهم هذه الغرف. نشكركم على هذه المبادرة الطيبة، وبخصوص الأشخاص الموجودين على قائمة الانتظار عددهم 200 شخص، أما الطاقة الاستيعابية للمستشفى فغرف العمليات متوفرة. طيب دكتور، احنا نعرف ان الشفاء من رب العالمين، لكن كم نسبة نجاح العمليات اللي تجرونها؟ حسب احصائية عام 2019 نسبة النجاح في العمليات هي 14%، فكثير من الحالات تأتي متأخرة لعدم قدرتهم على توفير تكاليف العملية. احنا نقدر الجهود الطبية اللي تقومون فيها رغم يعني قلة الامكانيات، هل ممكن اليوم ان عدد من نجوم سفار الخير او فريق سفار الخير يدخلون الى العملية؟ حسب النظام هو غير مسموح، ولكن تجري الآن عملية جراحية ويمكن أن يدخل 4 أشخاص بعد أن يتم تعقيمهم بالشكل المطلوب. هيا تفضلوا. Thank you.
كا بعوف بشر. الواحد اذا طلع من غرف العمليات مثل هذه يقول شغله واحده بس، اول شيء الحمد لله على نعمه العافيه، شغله ثانيه المال اللي موجود عندنا ومال الله سبحانه وتعالى، وبمبلغ بسيط تستطيع انقاذ طفله يعني حجمها لا يتجاوز يعني كف ونص، يحوطونها 6 أطباء علشان عملية قلب مفتوح ولا قلب مثقوب. سمحوا لي أروح شوي أشم هواء. بس خلني بسألك وأقول لك شغلة، يعني الحين تدري مثل هالعمليات من قبل 25 سنة يعني وايد من الأطفال يتوفون بسبب تكلفتها فوق $15,000، فما بالك بالحين رغم انهم الحين كتكلفه صارت اقل، لكن بعد يا اخي الحاجه كبيره والعمليه صعبه اصلا. العمليه صعبه وبعد تكلفتها رغم انها الحين صارت اقل كمبلغ، لكن الناس على قد حالهم على قد حالهم صحيح، وما زالت يا اخي نسبه الوفيات قاعده ترتفع بسبب هالموضوع. صح. المهم انا بس ابي اغير هواء. الله يعطيك العافيه. شيخ عبد الرحمن قول لي ايش اللي شفته داخل في غرفة العمليات والاجراءات اللي شفناها. والله يا ابغانم وعليهم اخواني يعني اللي شفناه بس يذكرنا من نعمة الله علينا وعلى عيالنا، لما تشوف الاطفال 4 سنوات 5 سنوات بين الحياة والموت، ايضا الحالة الثانية حالة الفقر اللي العملية ب $4,600 اقل او اكثر، لكنه مو بقادر يشوف ولده قدامه يموت موت بطيء. اللهم ربي لك الحمد. طبعا الحمد لله ان الطب تطور، لأن العملية قبل احنا حضرت عملية الثقب قبل يقولون كان لازم انك تشق القفص كامل، قفص صدري نعم، فتطلع على اساس تطلع القلب وتسوي موضوع الثقب هذه. الحين الحمد لله فضل الله ثم تطور العلم يعني صار نفس المنظار، فالحين يعني دام العملية سهلة باقي موضوع تبرعات وان شاء الله. لا بس اذا تبي تسأل ابو غانم اسأل حمد دخل. حمد قول لنا انت شفت داخل. انا شفت شيء يعني انا الطفل صغير. صح فعلا، هو موضوع الطفل هو اللي فعلا موضوع يعني. الطفل صغير عمره 2 تقريبا، انا دخلت وقفت عند راسه وقاعد اشوفه وهو يدخل الصمام داخل القلب، يعني موقف صعب، بس مكاني ثابت يعني ما قدرت اسوي شيء، وكانه واحد من عيالي ذات انه طفل. صح، انا طلعت شفت ابوه برا اقول له لا العمليه زينه. بعد هذه الكلمات والمشاعر المؤثره انتهى دور الضيوف اللي معانا في البرنامج، الاستاذ حمد اليافعي والأستاذ علي المسلماني والأستاذ عبدالله الغافري، مشاركاتهم اختموها في هذا المشروع الطبي، لكن سألناهم عن تجربتهم فكان هذا جوابهم. للأمانة المشاركة هذه غيرت فيني أشياء كثيرة، بالذات لما رحت للمستشفى وشفت عمليات القلب المفتوح وتغيير الصمام وعمليات القسطرة للأطفال، وكذلك المستشفى معدوم ما فيه حتى يعني أقل سبل الراحة أو الأجهزة اللي ممكن يستفيدوا منها. كانت فرصة كبيرة بالنسبة لي بعد 17 سنة في الإعلام، شاهدت كل أنواع البرامج، شاهدت كل القوالب التلفزيونية اللي نتكلم عنها، بس عمري ما تخيلت أن برنامج انترتينمنت يكون بهذا الشكل، بمبادرة خيرية، بمبادرة تنموية، أن الناس اللي موجودين داخل هذا البرنامج يتنافسون على عمل الخير. يعني مستحيل اللي يشوف غير اللي سمع. تقديم المساعدة للآخرين أو تشوف البسمة على عيون الآخرين شيء جميل جداً، لا وتلمسه وأنت تكون موجود معاهم. أنا برجع القطر وأشياء كثيرة تغيرت فيني من الداخل. أنت لما تكون موجود بينهم وسطهم وتشوف الفرحة في عيونهم، شيء مهما صورته حتى لو صورته يعني 24 hours بالجوال ما يطلع للناس صراحة مثل الشعور لما تكون بينهم. أقول هو بفم مليان بأن من سمع ليس كمن رأى، فإحنا عيونكم الموجودين هنا في قلب آسيا الوسطى يعني يشوفونك جاي يستقبلونك بكل فرح وانت تقدم لهم السعادة. توجه الشباب الآن إلى مشروعهم الثاني لهذا اليوم، وهو مشروع بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة. فكرة هذا المشروع جميلة، وهي قائمة على الشراكة ما بين المجتمع المحلي وما بين الحكومة القرقيزية ممثلة بوزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني.
السلام عليكم ورحمة الله. احنا برنامج سفر الخير من قطر الخيرية، سمعنا عن هذه المدرسة وعن التعاون مع WFB وحابين نسمع أكثر عن هذا المشروع وهذا البرنامج من خلالكم. منذ عام 2017 بدأنا التعاون مع منظمة الغذاء العالمي في مشروع توفير وجبات الطعام الساخنة للأطفال، وفي هذه المدرسة نقدم الوجبات يومياً ل700 طالب وطالبة. ما شاء الله شيء جميل الصراحة، بس ما هي الفترات اللي يتم تقديم فيها الطعام أو الوجبات للطلاب؟ لدينا فترتين، فترة صباحية ومسائية. في الفترة الصباحية يتناول الطلاب الوجبة في الساعة 9 صباحا، وطلاب الفترة المسائية يتناولون طعامهم الساعة 2 بعد الظهر. طيب أنا بسألك عن يعني عندكم، هل عندكم أماكن لحفظ هذه الأطعمة أو المواد الخام للأطعمة، والمعايير اللي موجودة في عملية التخزين عندكم، عندكم معايير معينة في تخزين الأكل هذا؟ نعم، لدينا مخزنان عبارة عن غرفة كبيرة مبردة، وأيضا هناك عدد من الثلاجات نستخدمها لحفظ وتخزين الطعام. ما هي أنواع الوجبات؟ يعني هل تقتصرون على نوع واحد من الوجبات أم هناك وجبات متعددة؟ يعني ما هي أنواع الوجبات التي تقدم للطلبة؟ كل يوم هناك وجبة مختلفة، ومنظمة الغذاء العالمي تتكفل بها، ويدفع ولي الأمر 10 سنتات كمساهمة منه. حقيقة مما أعجبني جدا هذا التعاون والتناغم في طريقة التعامل بين المواطنين، وهم من يمثل المجتمع والحكومة ومؤسسات المجتمع المحلية. أيضا نحن ودنا نستأذن من المديرة ونروح نشوف المطبخ ونشوف الموضوع على أرض الواقع ونشوف كيف يقدم هذه تقدم هذه الوجبات للطلاب. هذا هو مطعمنا، وهو مخصص ل70 تلميذا، وهذا عصير طبيعي وخبز نصنعه هنا. يمكنكم أن تتناولوا الطعام كما يفعل الطلاب، تفضلوا. طابور يا شباب، طابور يا شباب، طابور مثل الطلاب في المدرسة. يلا يا سلام ريحتها. والله ما لها حل، مكوناتها متتناسب حتى مع الطلاب، يعني اللحم، البطاط، البروتين، كل شيء موجود فيها. طيب والله صراحة شيء طيب، شيء فرش، والطبخ يكون في نفس المكان، يعني حار، يعني الطفل في هذه البرودة يشرب شيء دافي. الموضوع خالد وجفال دكتور مش انها زينة ومزينة، شوفوا تتكون من ايش، كل شيء فيها، فيها اشياء خضار، فيها لحوم، واهم شيء ان تكون دافيه في هالوقت. اي فيها اعشاب. عندهم احصائيه مخيفه ان بين كل 3 2 عندهم نقص في الغذاء. نسبه كبيره، يعني اقل اكثر من النص غذائهم غير صحي. هذه شنو فائدتها يا اخي؟ هذه يعني عندنا حسب القانون من الصف الاول حتى الصف الخامس الاولاد يتناولون وجبات ساخنه من الدوله هذا. طبعا هذه المدارس يعني تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتوفر للطلاب هذه الوجبات ساخنة، حتى الطلاب لا يشعروا بالجوع، وعندهم يعني من الصباح من الساعة 8 حتى الساعة 1 تقريبا دروس، أكيد أنهم يشعرون بالجوع، يعني كل يوم هم ينوعون الوجبات. أنتوا تسوون هذه كشعب هنا في الغيزة، تسوون نفس الشوربة؟ نفس الشيء. نعم. إيش اسمها؟ اسمه مستوى. مستوى، مستوى شوربو نقول. احنا عندنا مستوى يعني ما نضج، ما جهز بعد 10. اكلت يعني واحده ثانيه. جزاك الله خير. الشباب حبوا أنهم يأخذون جولة في داخل المطبخ علشان يأخذون نظرة عن كيفية صناعة هذه الوجبات. قطر خيرية وشباب سفار الخير سيقومون بإذن الله على عمل مثل هذا المشروع في الأيام القادمة. النموذج اللي شفناه في المدرسة هذه في الجانب، جانب الغذاء، رائع جداً.
وبالفعل في غذاء متكامل، وهذا لا شك ينعكس على الطالب، على قوته، على استحضاره، على استعداده النفسي، لأنه بالفعل وجبة متكاملة. جميل جدا، وفيها تناغم، فيها تعاون مع منظمات الغذاء العالمية يا جماعة، وانت توفر له الوجبة، وجبة نظيفة ودسمة شفتوها وكلناها معهم، وكلنا معهم. نعم. في خاطرنا إلا نسوي مدرسة مثل هالمدرسة ونشارك مع المنظمات الدولية والعالمية فيها العمل الخيري. وفي احتياج هناك، وفي احتياج كبير هني. نعم. والعدد كبير، وتعرفون من كل 3 2 مرضى. نعم. في الأطفال صح، فصعبة. تتعرفون إيش مشكلتكم؟ عاطفيين، تدخلون مشروع تقولون مع الطلاب والأطفال خلاص طلع مشروع، بعد نسوي في احتياج، في احتياج. إيه بس مو سهل. شفت كم عدد الطلاب؟ 1700 طالب. في كم في مساحة كم المدرسة تكفي؟ 700 وحاطين فيه 1700. في مطبخ، في رقابة صحية، في ولا لا الله، خلك إيجابي لا تصير سلبي. لا لا لا، لأن مو في يوم واحد راح يصير كل شيء. توكم طالعين، خلونا نروح السكن نتناقش على طول. لا لا، نبي نشتغل، احنا ما عندنا وقت، احنا بنسافر ونشوف الدكتور. خلي نشوف الدكتور اسامه، هو المدير هني وقطر الخيريه عندها خبره. بس بنسمع راي بغان، ايش رايك بالكلام؟ والله يا اخي انتم شنكم غررتوا وخلاص وبتسوونها بكره؟ في اجراءات يا جماعه. قطر الخيريه مكتب هني، لا في شيء القانوني، في شيء اسمه ترخيص، في شيء اسمه اشراف على المشروع، في شيء اسمه مناقصات، في شيء اسمه رخصه على تحويل تكلفه هذا المشروع. مو بس تعال يوم وليله وتعال ببنيلك بغانب. الشباب بكره مسافرين، انت اشتغل. انا وياك لحظه يا الربع، قرروا وهم يمشون عادي على طول. الشباب بكره مسافرين، الشباب بكره مسافرين، عندنا وقت، نبيهم يخلصون معانا المشروع ويسافرون. يا اخي نبدا، احنا بنخلص، ما عندنا مشكله، بنخلص اجراءات. طيب انتم كانكم لا الحين ابي وروحوا سووا لي مدرسه. لازم نبدا يا عبد العزيز. صالح كلم الجمعيه الله يرحم والديك. لا انا خلوني الحين محايد، سمعتكم، سمعت ابو غانم، لكن الموضوع يبي له دراسه يا جماعه. طيب. ما نقدر احنا نتسرع بهالطريقه، يبي له دراسه، نشوف الموازنه ونشوف مدرسه. مدرسه مو بخير يا ابو صالح، باذن الله بيصير. كبرتوا الموضوع بكبر، صغرتوا بيصير. الخطوه الاولى شنو هي؟ اي الخطوه الاولى، الخطوه الاولى الله يسلمك، احنا متفقين على الفكره. متفق على الفكره؟ اي فكره، اي الفكره متفقين عليها، لكن خلينا ندرس التنفيذ. بالتنفيذ بس معي، معاك كفكره، من حيث المبدا من الفكره بس، ولكن من حيث الموضوع. ايوه نشوف الدكتور اسامه ونرتب على اساس ناخذها كبطاقه مشروع ونكمل باقي المتطلبات. بعد هذا الحوار اتفق الشباب على اقامه مثل هذا المشروع، لكن تبون الصراحه يبي له وقت، وان شاء الله ان الفريق الثاني راح يبدا بالعمل على ترتيباته بشكل كامل. والان توجه الشباب الى الفندق علشان هناك اجتماع مهم يجمع الفريق الاول والفريق الثاني علشان يطلعونهم على ما تم انجازه وما سوف يتم. مساكم الله بالخير يا اخوان، عشان ما ناخركم اكثر نبي نعطيكم تفاصيل المشاريع اللي قمنا فيه احنا الفريق الاول. هذه المشاريع بعضها تم الانتهاء منها بشكل كامل، واذا حبيتوا تنزلونها تقدرون تنسقون مع الاداره المختصه هنا وتنسقون تشوفون المشاريع اللي تم الانتهاء فيها، وفي مشاريع لم يتم الانتهاء منها وهذه تحتاج منكم متابعه حثيثه، وكذلك في مشاريع جديده اشياء تمت الموافقه عليها بس ما تم البدء فيها، هاي يحتاج تنسيق مع مكتب غطاء الخيريه هنا. بس في موضوع مهم جدا يا جماعه ابي اقول لكم عليه، موضوع في اسره فقيره جدا عندها اولاد معاقين، من ضمن المشاريع المدرجة في الجدول اللي بعطيكم إياه، وضروري جدا أن في أرض بتكون للأيتام والأرامل، هذه الأرض راح إن شاء الله تشوفون تفاصيلها وراح تكملونها بإذن الله، وفي أسرة فقيرة تحتاج أن تسكن في هذه، فبعطيكم جدول تفصيل إن شاء الله يضم هذه كل المشاريع، والله يوفقكم إن شاء الله يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الكلام ممتاز وجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم. تركة كبيرة حن إيه، التركة كبيرة والحمل ثقيل، ولكن كلامك فيه نسبة من الراحة لنا أن الشغل اللي قمتوا فيه أو بتسلمونا إياه هو منظم ومدروس وجاهز. المطلوب مننا فقط إن شاء الله يعني هو المتابعة والتنفيذ، نشكركم عليه. لكن ودنا أبو غانم تكلمنا عن أول حالة. بعد ما أطلعوهم على كل التفاصيل ما بقى لهم إلا أنهم يبدؤون بالتنفيذ من الصباح الباكر. أيام جميلة مرت على الشباب بكل تفاصيلها، باعتقادي ما راح ينسونها إلى الأبد.
أشعر بالفخر أن احنا حققنا لهم جزء من أحلامهم، جزء من أمنياتهم، رسمنا الابتسامة على وجوههم، مكناهم اقتصاديا، دعمنا مشروعهم التعليمي، حققنا ولو جزء بسيط مما هم يحلمون أنهم حققونه. يعني كان هذا الاستشعار جميل جدا. فأنا أعتقد أن البرنامج يعني خصوصا السنة هذه اللي تغير بي، فأنا بالنسبة لي إضافة لي أنا، وكنت سعيد فعلا على هذه الإضافة. وأول ما قالوا لي سفر الخير كنت أتشرف أن أنا أكون جزء من هذا البرنامج. أنا ثلاث شغلات اللي أنطرها في السنة: العشر الأواخر والحج وسفر الخير. والله من أجمل وأروع التجارب اللي خدتها في حياتي. يعني أنا بالعادة أشوف أسمع، أشوف في اليوتيوب على قناة قطر سفاري الخير الأجزاء الماضية، بس ما توقعت في يوم من الأيام أن أنا راح أخوض هذه التجربة اللي كنت أحلم وأتمنى أني يعني أكون من الناس اللي يشوفون هذه الحالات قدامهم بعيد عن الشاشة، بعيد عن الراديو. فشيء جميل ما يوصف صراحة. دائما نسمع عن كلمة من رأى ليس كمن سمع، وأعتقد أنا في المشاركة هذه في برنامج سفاري الخير فعلا عشت هذه التجربة. خرجنا من إطار العمل الإداري إلى العمل الميداني، وهذا أمانة بحد ذاته يغير في حياة في شخصية الواحد الشيء الكثير. يعني عجبتني فكرة المقابلة، بحث الحالة، المستندات اللي كنا نطلبها، فكان شعور جميل صراحة طوال هذه الفترة اللي قضيته. وصعب والله العظيم صعب أن أنا ألملم أغراضي وأروح. عمل خيري مميز لازم يكون عند اللي بيشتغل فيه عنده المهارة الميدانية، مهارة التصرف مع الناس المحتاجة. في جهد جبار قاعد ينبذل سواء من الطاقم الفني، الناس اللي قاعد يحاولون يساعدون هالناس، لأنها رسالة نبيلة ولازم يعني يتم إيصالها. فأتمنى أن احنا نكون وفقنا يعني في تقديم أفضل ما عندنا، وأن احنا نكون يعني وفقنا في تقديم أفضل صورة مشرفة للعمل الإنساني والخير. نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير.